اندلع حريق ضخم بجزيرة الجفتون بالغردقة. شب حريق بأحد المشروعات السياحية التي تستقبل الرحلات واللانشات البحرية على جزيرة الجفتون بالغردقة. وبحسب مصادر، اندلع حريق ضخم في غرفة المولدات الخاصة بالمشروع، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء، حيث شوهدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة. وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بنشوب حريق بأحد المشروعات السياحية المقامة على جزيرة الجفتون، وذلك بغرفة المولدات الخاصة بالتيار الكهربائي، ولم يتم تحديد أسباب وملابسات الحريق.